كابتن احمد، اقرب حاجه اللي حصل ده هو كان في 2006. 2006 نعم. طلعنا في طفره وبعدين رجعنا نزلنا تاني. بتهيألي ان كل المجهودات اللي عاملاها الحكومه المصريه النهارده هتمنع شويه فكره ان احنا ناخد تاني الكيرف النازل، لانه لازم خلاص الناس خدت على البرودكت ده بالشكل ده جوه ملعبنا، خدت على الدخول ده على شكل الملعب ده. يمكن يا كابتن احمد انا كنت بتفرج على كوبا امريكا من كام يوم. احنا في الملاعب طول الوقت وبنشوف ماتشاتنا، واتفرجت على ماتش اورجواي وبيرو من كام يوم، حقيقي مش عشان خاطر اي حاجه، كل حاجه فرق تمام لمصلحتنا المره دي. ده فرق كبير قوي، ده فرق كبير قوي. انا بفضل سهران على الصبح، انا ما بسيبش ماتش يعني، حتى لو ما شفتوش لايف بتفرج عليه مسجل، لو ما شفتوش ارجع اتفرج عليه يوتيوب يعني. لا لا لا، فرق نقل وفرق ملاعب وفرق كل حاجه الحقيقه. الحقيقه الفرق كبير جدا تمام. واول مره اشوف مقارنه بمنتهى الامانه كمشاهد بعيد عن الصفه التنفيذيه او صفه الشغل، انه بطوله افريقيا تبقى اعلى من كوبا امريكا كبرودكت. والله العظيم عشان في بلدنا فعلا بمراحل. وعايز اقول لك انا بتابع كل القنوات الاجنبيه اشاده ما بعدها اشاده وتغطيه للكاف او الكان اكتر بكتير من كوبا امريكا الحمد لله. دي حقيقه، وده من المجهودات اللي اتعملت من الحكومه المصريه في حاجات كتيره جدا. صحيح. اللي بنتمناه وبنأمله انه نكمل. لازم نكمل وشبطانين، لانه النجاحات اللي تحققت دي يا جماعه من الصعب زي ما قال الاستاذ سامر ان احنا نرجع. 2006 كان عندنا نجاحات كان ممكن نبني عليها، للاسف ما مسكناش فيها. المره دي احنا ماسكين بايدينا واسناننا لسبب وحيد، لانه الدوله نفسها هي اللي بدات منظومه النجاح، ولابد ان تستمر.